دوال الخصية معناها ايه؟ معناها انه في بعض الأوعية اللي موجودة حوالين الخصية، الأوعية الدموية بدأت تكتر وتتدلى. يا ترى بتكتر ليه وتتدلى ليه؟ لازم يكون عندي أسباب. ما هي أسباب دوال الخصية؟ المفروض ان كل الأوعية اللي في الدنيا أوعية دموية بتنزل دم، والمفروض انها بتمنع الدم انه يرجع من الطريق ده. الشرايين بتنزل دم، الأوردة بتطلع دم، ولها صمامات بتقفل عشان الدم ما يرجعش تاني. يعني ايه دوالي؟ الدوالي يعني الصمامات اللي موجودة في مناطق مختلفة من الأوردة ما بتبقاش تقفل كويس، فالدم يرجع. فيبقى الناس حاسة بان الخصية متضخمة، خصية متمددة، بتعمل ألم شديد جدا، في ناس ما بتنامش منها وكذا وكذا. طب هل يا ترى الخصية كده بيجيلها تمدد لوحدها، ولا حصلت عادات سيئة وعادة سرية وسهر بالليل وبناطيل ضيقة وناس مقطعة البناطيل وماشية بالبناطيل العريانة لغاية لما تيجي بتصوت من الخصية؟ والله العظيم بيصوتوا من ألم الخصية. احفظ الله يحفظك، ارحم نفسك، حرام عليك، ارحم نفسك. فدلوقتي أنا عندي الخصية اتملت دم، فاللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إنه ده بيأثر على نمو الحيوانات المنوية. خلاص الدم بدأ يتدلى أو الأوعية بدأت تتدلى. المشكلة دي الأوعية اللي اتملت دم دي وعاملة لي ألم شديد وعامله لي مشكله، يبتدوا يربطوا الاوعيه دي في بعض العمليات ويقطعوا الاوعيه دي ويرموها. في بعض الاحيان العمليه بتعدي بسلام، لكن في 90% من عمليات دوال الخصيه بتؤدي الى عقم ونقص الحيوانات المنويه ومفيش انتصاب والعوض على الله. ممكن يعمل عمليه بالمنظار ان هو يخش عن طريق شايفين كده الوريد، وينزل من الوريد على الوعاء، وينزل من الوعاء على الباس ديفرنس، ويعدي على الاوعيه، وممكن يحقنها زي ما انت شايف كده. يعني بدل ما يقطعها ويرميها بسائل وبعدين يشفط، السائل ده يقفل فقفله الاوعيه المتمدده. طبعا من رحمه ربنا انه عامل كذا مسار للاوعيه، يعني دي بلكسس. يعني ايه بلكسس؟ يعني شبكه. فلو سد مجموعه منها المجموعه الثانيه بتبقى شغاله، لكن لو سدها كلها البني ادم خلاص ضاع. فالحمد لله ان ربنا عمل للتغذيه كذا وعاء. اعراض دوال الخصيه، ايه اعراض دوال الخصيه؟ الم شديد جدا، تدلي، اورده متدليه فعامله شكل وحش جدا في الخصيه، الم شديد جدا، ساعات بتدي سخونيه، ساعات بتعمل منطقه الحوض كلها بيلفيك كونجيشن، فيقول لك انا مش قادر امشي، الحوض كله ملتهب. كل ده بسبب ايه؟ البرد والعاده السريه والبناطيل المقطعه و و و والاخر لما يجي له مرض زي ده يصوت ويعض في الارض ويقول الحقوني. فانا بقول له من اول احفظ الله يحفظك. دي كانت اعراض، اعراضها بقى الام شديده زي ما قلنا وسخونيه والم و اسبابها ايه؟ قلنا اسبابها السهر، اسبابها العاده السريه، اسبابها اللبس الضيق، البناطيل الضيقة، أسبابها البناطيل المقطعة، لأني لا ينفع أمشي عريان وأسيب الخصية تبرد، ولا ينفع أخنقها وأسيبها، ولا حتى ينفع أقف في مكان سخن كتير، لأنه الناس اللي بتشتكي برضو اللي هي واقفة قدام أفران أو واقفة قدام كذا بتشتكي جدا من دوالي الخصية. علاج دوالي الخصية إيه؟ علاج دوالي الخصية أو علاج الألم الشديد اللي بيحصل منها إيه؟ إن أنا حاجة من اتنين، أنا كطبيب بدي مسكن، بدي مسكن للألم، وأقول لك لو سمحت بطل عادة سرية، لو سمحت ما تبصش في المحمول كتير، كل ما تبص في المحمول كتير على صور عريانة أنت هتضيع وتضيع نفسك. يبقى دوال الخصية إن الناس تغض بصرها وتبطل النظر في الصور العريانة اللي في الآخر بعد سن 30 سنة هتلاقي لا في انتصاب ولا في خصية ولا في أي حاجة ولا قد نفذ رصيدكم. أنا كل يوم عندي عشرات الشباب مفيش، خلص. انت خلصت رصيدك بدري وضيعت الدنيا، محدش حذرك، محدش قالك ان كده غلط. والله العظيم، والله العظيم من غير دين الشباب يضيع، واذا الايمان ضاع فلا امانه ولا دنيا لمن لم يحيي دينه.